وتنضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. ليلى، قبل الخوض في تفاصيل ما حدث للليرة اللبنانية، دعينا نفهم ما يدور على الأرض من أوضاع ميدانية. هل ما زالت الجموع من المواطنين اللبنانيين ينزلون إلى الشوارع ويقطعون الطرق؟ الشرايين الأساسية أو التقاطعات الأساسية للعاصمة بيروت هي مقطوعة. العشرات من اللبنانيين نزلوا إلى تقاطع هنا ساحة رياض، أو عفوا ساحة الشهداء. بداية بدأ الأمر عند ساحة رياض الصلح وعند بشار الخوري، تقاطع بشار الخوري الحيوي أيضا. جسر الرين قطع بالكامل من وإلى العاصمة بيروت، هو أحد المداخل الأساسية التي تربط العاصمة. أيضا عند تقاطع الطائفة الدرزية فيردا قطعت السير، عندما يعرف بشارع أو نفق سليم إسلام كذلك قطع السير. طريق المطار قطعت أيضا. خارج العاصمة بيروت هناك طرقات تم قطعها. ما الذي أدى إلى قطع أو نزول الشارع اللبناني أو المتظاهرين أو الشباب واللبنانيين إلى الشارع مجددا؟ نعم. هو وصول الدولار عند حافة 10,000 ليرة. صحيح. اليوم وصل الدولار إلى رقم قياسي. صحيح أنه الآن هناك عدة تساؤلات، لماذا لم ينزل الشارع اللبناني أو المتظاهرون عندما وصل الحد إلى 9,000 وهو رقم مرتفع جدا؟ ولكن هذا الأمر يترافق مع عدة أحداث كانت تجري في الأسابيع الماضية. أولا، لا حكومة سياسية بعد 3 أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري. ثانيا، لا كهرباء في كل العاصمة وفي كل لبنان. ساعات التقنين وصلت إلى حدود قاسية. بعض المناطق لا تصلها الكهرباء سوى ساعة. اليوم وصل الدولار إلى 10,000. من تحدثنا إليهم ومن سمعنا إليهم من المتظاهرين قالوا إنهم نزلوا ليطالبوا بحقوقهم، أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم، ستبقى هذه الطرقات مقطوعة. البعض قطع الطرقات وقام بإحراق بعض الخشب في منتصف الطريق. على جسر الرينج هناك تم وضع حاويات نفايات وتم إحراقها، وأيضا وضعت الإطارات وتم إشعالها، وكذلك الأمر عند ما يعرف بتقاطع بشار الخوري. هناك زحمة سير كبيرة جدا. نحن نعرف أن لبنان دخل الأسبوع الثالث من إعادة الفتح التدريجي، وكل قطع الطرقات هذه ينعكس سلبا على حركة اللبنانيين. من رأيناهم هنا ليسوا فقط من الشباب، إنما رأينا بعض العائلات بأكملها نزلت مع أبنائها الصغار والزوج والزوجة، كبار في السن نزلوا. الأمور يعني تتفاقم أكثر ما هو فأكثر. على ذكر العائلات والناس في الشارع، ليلى اسمحي لي، يجدون أن الوقت اليوم هو الأنسب للنزول إلى الشارع. يعني أنا أحاول معك أن نلامس حياة الناس في الشارع اللبناني. هناك يعني إحصاءات تتحدث عن أن الأسعار في بعض السلع زادت 144% عن أسعارها السابقة، وبالتالي يعني كيف يعيش المواطنون اللبنانيون هذه الأوقات الصعبة؟ هي أوقات جدا صعبة. كل من نتحدث إليهم من الخبراء الاقتصاديين يقولون بأننا لم يعد هناك وجود للطبقة الوسطى. اليوم اللبنانيون إما أغنياء وإما فقراء، أو فقراء وصلوا تحت خط الفقر المدقع. كما ذكرت، بعض السلع حصل يعني التضخم ببعض السلع، والسلع وصل إلى 400%، ونحن نتحدث عن السلع غير المدعومة. هناك بعض السلع المدعومة ولكن زادت أسعارها 100% و200%. ولنذكر بأن غالبية الشعب اللبناني يتقاضى الرواتب بالليرة اللبنانية. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد بعد تصحيح للأجور، أي أنه من كان يتقاضى الحد الأدنى للأجور حوالي 500 دولار اليوم بات أقل من 100 دولار قيمة الحد الأدنى. وبالطبع الحد الأدنى لا يكفي اليوم. ما يحتاجه اليوم أي عائلة لبنانية حوالي 4 أضعاف أو 5 أضعاف راتبها كي فقط تأكل وتشرب. هذا ناهيك عن الأمور الأخرى من الكهرباء التي لا تأتي في لبنان. هناك تقنين قاس كما ذكرت، هناك اشتراكات. اللبناني يعتاد على أن يحصل على الكهرباء من الدولة اللبنانية ومن مولدين
مقلدات خاصة، إذا فاتورتين أيضا على اللبناني أن يدفع. كل هذه الأمور المتراكمة اليوم تدفع باللبنانيين للنزول إلى الشارع، ولكن دعني أتحدث عن أنه وصول الدولار إلى 10,000 لا يعني فقط أنه الليرة تنهار، إنما ذلك ينعكس على كل أمور طبعا. الحياة، على المحروقات، على المواد الغذائية، على الاستشفاء، على الطبابة، على المدارس، على المستشفيات، على كل القطاعات، على كل مقومات الحياة في نعم. لبنان. شكرا جزيلا لهذه الصورة الواضحة من بيروت، ليلى خليل مراسلة الغد.